نفسك تسافر بس شايل هم الإجراءات والمصاريف؟ خلاص ما تشيلش هم، لأنك من دلوقتي هتقدر تسافر أكتر من بلد عشان تشتغل وتستقر من غير ما تغرم مليم، لأنهم هيتحملوا كل التكاليف. بس إيه الدول دي بقى، وإيه تفاصيل فرص العمل اللي أعلنوا عنها، وإيه كمان الإجراءات والشروط المطلوبة؟ ملايين من الشباب حلمهم إنهم يلاقوا فرصة شغل بره مصر يقدروا من خلالها يأمنوا بيها مستقبلهم، بس للأسف الموضوع بيكون صعب ومحتاج إجراءات كتير، وفي نفس الوقت مكلف ومش أي حد يقدر عليه. بس خلاص، انت من النهاردة هتقدر تسافر وتشتغل بره مصر، وده لأن في أكتر من دولة أعلنت عن فرص عمل ووظائف للشباب. قولنا بقى إيه التفاصيل، ده اللي هنقوله. حسب جريدة الوطن، في دلوقتي 4 دول أعلنوا عن فرص عمل، منهم اليونان، وكمان وزارة الهجرة اليونانية أعلنت إن أثينا هتبدأ في جلب عمال مصريين للصيف ده عشان يعملوا في وظائف زراعية مؤقتة. ده حسب بقى اتفاق بين البلدين علشان يعززوا القوة العاملة وكمان يواجهوا نقص العمالة. ووفقا للاتفاقيه تم توقيعها مع مصر سنه 2022، هتستقبل اليونان 5000 عامل موسمي في مجال الزراعه. وبحسب وزاره الهجره المصريه، اثينا هتوظف عمال زراعيين مصريين في اليونان براتب 1140 يورو شهريا، ده بقى بيعادل 60000 جنيه. من بين الدول اللي محتاجة عمال دلوقتي هي كندا، والحكومة الكندية بتسعى لجلب العمال الماهرة من بلاد مختلفة بما فيهم مصر. قررت البلاد بقى انها تفتح ابوابهم لاستقبال العمال بتأشيرة مجانية، ووفقا للمعلومات المقدمة من شبكة كندا.ca. وعلى فكرة كندا هتقدم مزايا كتير للعاملين اللي هيروحوا لها، وهتقدم لهم دعم مالي من الحكومة الكندية لتغطية تكاليف السفر والإقامة لمدة سنة، يعني مش هتغرم مليم واحد. كمان هتساعدهم في البحث عن سكن مناسب في كندا، ودعم كمان في التسجيل في برامج تعليمية أو تدريبية، ومساعدة في التكيف والاستقرار مع المجتمع الكندي. ومن دلوقتي هتقدر تقدم على البرنامج ده من خلال بوابة الحكومة الكندية على إنترنت. كمان إيطاليا قررت السماح لسكان الدول خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على تأشيرة البدو الرقمية، وده بقى هيسمح للناس اللي بيشتغلوا عن بعد العيش والعمل في إيطاليا لمدة سنة بعد الحصول على التأشيرة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وبحسب الصحيفة البريطانية دي، ففي تعليمات عن البحث عن تأشيرة البدو الرقمية لإيطاليا زيادة بنسبة 660% على جوجل. أي بقى حد ليه فرصة إن هو يسافر؟ الصحيفة قالت كمان إنه في حالة نجاح المتقدمين إنهم ياخدوا التأشيرة، فهيروحوا فوراً لريف توسكان في إيطاليا. وطبعاً عشان تاخد التأشيرة دي لازم تنفذ بعض الشروط، زي إنك مثلاً تثبت إن عندك سكن مناسب طول فترة الإقامة، وإنك بقالك فترة شغال عن بعد على الأقل لمدة 6 شهور. لازم كمان تكون بتشتغل في وظيفة بتوفر 28000 يورو سنوياً، وده 3 أضعاف الحد الأدنى المطلوب، ده يعني علشان تبقى معفي من تكاليف الرعاية الصحية في إيطاليا. مصادر في وزارة العمل أعلنت عن آخر ميعاد لتسليم الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على فرص عمل في المملكة العربية السعودية، وتحديد الحد الأدنى والأقصى للرواتب الشهرية وللوظائف المتاحة. وقتها بقى قالوا إن آخر ميعاد لتقديم الحصول على فرص عمل متاحة في المملكة العربية السعودية هيكون بنهاية يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري، مع فتح الفرصة بعد كده لمراحل جديدة. فدلوقتي بقى قولنا، ممكن تقدم على أي وظيفة من دول؟